Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Hoş bulduk. misiniz arkadaşlar? Sefalar Ben Deniz getirdik. Bayram iyidir. Şöyle Bayram Özendi Asarlı YouTube kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü 1.000 tane üyeye ihtiyacım var ki YouTube'dan canlı yayın yapabileyim arkadaşlar. Şu anda Bakara suresi ayet 177'den başlayacağım arkadaşlar okumaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
وعلى الذين يدبقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فعفا عنكم فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا والدانية بين لكم الريث الأبيض من الحيض الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله ويهدي للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس فالحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من سورها ولكن البر من اتقى وعدوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تنصرون
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنات اشد من القتل فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى إن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي فما إلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فبدعة من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, bayram özendi Asarlı YouTube kanalımdan beni takip edin arkadaşlar. Evet. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz arkadaşlar.